الله يا ذيك الليالي يوم كنا. تتذكر مواقف في المدرسة أيام الابتدائي؟ خلنا نقول أول ما دخلت المدرسة، فيه يسمونها الرهبة البدائية أو الأسبوع التمهيدي، ما كان الظاهر ذاك الوقت في اسبوع. والله ما في أسبوع تمهيدي، لكن أنه ممكن يأخرونك سنة إنك ما تحملت الصف، ممكن يأخرونك. لكن أنه ما واجهنا إلا الحمد لله، أنه رهبة مع البرد إنه يربطون راسك، والغلة هذه تحزمونك من البرد، وهذه كانت يعني متعبة إنك تقوم في البرد وتمشي تقريبا كيلو وين لما توصل المدرسة. هذه ما في سيارات ولا في نقل؟ في سيارات ولكن قليلة، يعني يمكن سيارتين أو ثلاث في القرعة كلها، فمع الوالد ومع اثنين من الجماعة، لكن إنها المدرسة أصلا المشي، يعني متعودين حنا على المشي، فما تشكل عندنا أي شيء يعني، ولا في من المواقف الرهبة إلا إنه مثلا ضربك المعلم وقلت ما أنا برايح بكرة. إيه إلا مثلا يجبرك إلا تروح، فهذه من الصعوبات اللي أحيانا نجدها، لكنها قليلة يعني. لكنها يعني وضعت فيكم لمسة تربوية. إيه الحمد لله. إن أنا لما أضربك ما أضربك إيه يعني لا 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 كذا يعني. لا، الضرب هو للتعليم. صحيح. لأنه خطأ، إنه يعني يعتبر إنه أنك ما دامك مقصر فأنت مخطئ. واحيانا التقصير احنا نعذر لانفسنا، لكن هي مشت الابتدائيه ولا الحمد لله منها يعني كانت منطلقه، وخاصه مع ولد عمي ولد خالي ومجموعه كنا يعني منطلقين مع بعض. تمام. تتذكر معلمين مروا عليك؟ والله من المعلمين الله يقوم بالعافيه استاذ سليمان الليلان، حمد الحميداني، عبد الله الهجرس، الخال رميح رميح الله يرحمه، وهذا من تعليمه بالصورة. يعني بالرياضيات يشبه لك المعادلة تشبيه، فما يعطيك إياها منطقية، ما تروح المعلومة، فيعطيك إياها كمن البيئة، أنه هذه ركلة الفاصلة طلعتها برا، جابتها من كذا، فتعليمه كان جميل، ومسك إدارة المدرسة، وكانت بالله الحمد والمنة يعني حتى المعلمين يعني قدوة، يعني يعتبرك كابنه ويقلق عليك انك ما تعلمت وما اتقنت وما شئت. وان شاء الله في وقتنا فيه من المعلمين اللي كذا. والان يعني الوقت الحالي الحمد لله يعني الانسان مؤتمن فيه على صحيح. على ما على التعليم يعني. وهذه البدايات يعني، وكنت يعني على الاقل فيها متميز نوعا ما بالسنين الاولى الى تقريبا خامس او سادس. شو اللي صار؟ جاء منافسين يعني جاء ناس من عندنا ونافسوني شوي، فبدت يعني فيها من نوع من الشده اللي لازم انا انافس، لكن هي الحمد لله مشت في حالها واتقنتها لله الحمد. يوم كنا ويوم كنا.